السلام عليكم. كابتن ماجد واحد من أشهر مسلسلات الأنمي المشهورة لكابتن ماجد وأصدقائه، وبالرغم من صعوبة حدوثها إلا أن هناك بعض اللاعبين استطاعوا تنفيذها بكل سهولة في الحقيقة. لهذا استعد جيدا لنأخذك في رحلة ممتعة لمشاهدة 10 ألعاب لكابتن ماجد حدثت في الحقيقة. ولكن قبل البدء قم بالضغط على زر اللايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. عاشرا، الجميع للاعب باريس سان جيرمان في ركلة مشتركة بين فاندرويل وكافاني، واستطاعوا تسجيل الهدف بركلتهم المشتركة. وفي مباراة أخرى لفانتي وفيريال حاول اللاعبين عمل هذه الكرة ولكنها لم تنجح وتدخل الشباك، وكانت محاولة رائعة منهم. تاسعا، كثيرة هي الألعاب التي تعلمناها من كابتن ماجد، وواحدة من تلك الألعاب التي تبدو مستحيلة التكرار تكون هذه اللعبة، ولكن استطاع لاعب هال سيتي من تسجيل هدف رائع بهذه الحركة الطائرة في الهواء. ولم تكن في هذه المرة فقط، بل في الكرة الأرجنتينية أيضا استطاع لاعبي الفريق بتسجيل هدف رائع بهذه الحركة البهلوانية. ثامنا، لعبة أخرى رائعة أثناء تصدي الحارس لكرة كابتن ماجد. حسنا، حدثت تلك الكرة في مباراة بين بيرو وبرغواي، وفعلها حارس بيرو بعدما جرى بسرعة كبيرة لإبعاد الكرة من على الخط، واستطاع فعلها مثل ما شاهدتها في الانمي. سابعا، في احدى الحلقات عندما كان الكابتن ماجد يحاول تسجيل الهدف وحاول اللاعب الاخر ايقافه في الهواء. حسنا، حدث ذلك في كأس امريكا الجنوبية اثناء ركلة اللاعب ديغو سوسا، واللاعب الاخر حاول ايقافه ولكنه في النهاية استطاع تسجيل الهدف وتذكير الكثيرين بطفولتهم. سادسا، واحدة من الكرات التي تعتقد انها صعبة ايضا كانت هذه، فكما تشاهد استطاع اللاعب تمزيق الشبكة وعبور الكرة منها. وفي الحقيقة استطاع اللاعب الكولومبي هارولد تحقيق هذا اثناء ركلته من ضربة الجزاء ومسق الشبكة كما حدث في الانمي. خامسا، واحدة من المميزات التي تميز فريق كابتن ماجد تكون القفزة في الهواء وكأنك تطير. حسنا، في مباراة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد استطاع كريستيانو رونالدو تنفيذ هذه القفزة على ارتفاع 20 مترا وتسجيل هدف رائع. رابعا، في احدى الحلقات نشاهد هذا اللاعب يقوم بإبعاد الكرة برأسه منقذا مرماه من الهدف. حسنا، حدث هذا في مباراة بين برشلونة وريال مدريد بعدما استطاع بيول إبعاد الكرة برأسه مدافعا عن مرمى فريقه من هدف مؤكد. ثالثا، بالتأكيد تتذكر هذه الركلة الهوائية القوية لفريق كابتن ماجد، واستطاع إحدى لاعبي الفريق الياباني فعلها ببراعة تامة وتسجيل الهدف منها بطريقة رائعة. ثانيا، أعتقد أنك تتذكر هذا الموقف عندما تمزقت الكرة بعدما ركل ستيف. حسنا، هذا ليس ببعيد عن الواقع، ففي مباراة بين بايرن ميونخ وكولين استطاع اللاعب دانيال تمزيق الكرة بعد ركلته القوية الصاروخية في المرتبة الأولى الهوائية، وتبدو أنها مستحيلة الحدوث. كما نعتقد استطاع لاعبين من إيطاليا تنفيذ هذه الحركة ببراعة تامة. الآن شارك في التعليقات بأي من هذه الحركات قد دهشتك. إن عجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر اللايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.